هي كلمة غضنيف كلمة عامة، هو حتى النجبة نفسها فيها غضنيف مبطنة، واللي هي مبطنة المفصل نفسه، وفيه الغضروف الهلالي اللي هو احنا اللي هو ده الشائع بالاسم اللي بنقول عليه الغضروف، وهم عبارة عن غضروفين هلاليين، واحد داخلي وواحد خنجي. الخنجي هو بيبقى في الجزء ده وبيبقى مش ثابت قد الداخلي، الجزء الغضروف الداخلي هو بيبقى اقوى وبيبقى ثابت اكتر، نسب حدوث القطع متفاوتة. كنا زمان بنشوف واحد اكتر من التاني، دلوقتي بنشوف الاثنين الحقيقة كتير. هو بيحصل مينلي بسبب تويست او لفة او بسبب اصابات مباشرة، يعني لو حد وقع على رجله متنية ده ممكن تحصل اصابة في الغضروف. وكان الترند الحقيقة في اوروبا بالذات ان نرجع اللعيب في اسرع وقت ممكن عن طريق ان احنا نشيل الجزء المقطوع. الارا دلوقتي او الناس كلها بتتكلم ان بالعكس احنا نحاول نخيط او نحافظ على الغضروف اكبر وقت ممكن بالعمليات ان احنا نصلحه. اه ده بياخد وقت تاهيل طبعا اطول، بس في نفس الوقت بيحافظ على الرجل بشكل اكبر انه ما يحصلش فيها خشونه. وده برضو من الحاجات اللي المدد بتاعتها زادت. احنا كنا بنتكلم قبل كده عن 3 شهور و4 شهور، دلوقتي بنتكلم عن تقريبا 6 شهور. وارد جدا يحصل قطع في الغضروف، وده ممكن ده بيحصل كتير قوي، يعني ان يحصل اصابه في الغضروف بس وما يحصلش قطع في الرباط الصليبي. ممكن يحصل قطع في الرباط الصليبي بس من غير ما يحصل اي قطع في الغضروف، وممكن تحصل اصابه كون يعني كونكوميتنت مع الاثنين مع بعض حسب شكل الاصابه نفسها حصلت ازاي.